البنات، اليوم جيتكم بفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو انني غنشارك معكم واحد الكلاص اللي كيجي هائل وبمكونات بسيطه اللي ممكن اي سيده تحضرو في البيت ديالها. من قبل ما نبداو كنتمنى تضغطوا على زر الاشتراك، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم. غندوزوا المكونات على بركه الله. بالنسبه لهاد المكونات انا ما دايرهش لهم هنا اشهار، فقط غير باش نوريكم المكونات بالضبط اللي غنستعمل انا في الكلاص. غنحتاجو الكريم شانتي، واحد العلبه فئه 100 غرام، نصف لتر حليب، هنا يوغورت كريمي شوكولا، انا غنستعمل هنا دانيت وفلون ديال الشوكولا، وعندي يوغورت بنكهه الفانيلا وفلون ديال الفانيلا، وعندي واحد يوغورت بنكهه الفريز وكذلك الفلون ديال الفريز، وجوج معالق كبار ديال الحليب بودره. غندوزو الطريقه على بركه الله. اول حاجه كنجيب الخلاط الضراب الكهربائي، ثم كنصب فيه ديك نصف لتر حليب، ثم كنضيف ليها ديك العلبه ديال 100 فئه 100 غرام ديال الكريم شونتي. ثم ديك جوج معالق كبار ديال حليب بوده، ثم كنضرب الكل. بالنسبه لهاد الكريمه اللي غنضربو ما كنبقاوش نضربو حتى كتعقد لينا بزاف، بحال الشكل اللي كنبغيو نديرو في لي طارت اولا الحلويات. بالعكس هاد الكريمه خاصها تبقى شويه خفيفه. من بعد ما ضربت الكريمه كما كتشوفوا خاصها تكون بهذا القوام، يعني خفيفه شويه. بالنسبه للحليب على فكره البنات ضروري ما خصكم ديروه في المجمد واحد مده ساعتين باش الكريمه ديال الكلاص تجي معكم مزيانه. في هذه الاثناء غادي نقسم هذا الكريم ديالي على ثلاثه بالنسبه على حساب النكهات اللي غنستعمل فيهم. نحاولوا نقسمو بالتساوي. كما كتشوفوا راه كيعطينا واحد الكميه كثيره اللي كنديروا الحليب في المجمد، يعني الكريمه كتعطينا زي بالزيت. من بعد ما قسمت الكريمه كما كتشوفوا على ثلاثه، في هذه الاثناء غنبدا نضيف لهم المكونات، كل واحد غنضيف ليه المكون ديالو. بالنسبه لهذا الاول غنضيف ليه يوغرت ديال الفريز كما كتشوفوا، ثم غنضيف ليه واحد ساشي ديال الفلون بنكهة الفريز، بالنسبة لهاد الكلاص أنا عطيتكم لاباز ديالو وهي ديك الكريمة اللي صايبت في الأول، بالنسبة للنكهات كيبقى لكم الإختيار. ثم كنضرب بالخلاط يدوي. كما كتشوفوا اللون ديالو مع التضراب راه كيبدا يتغير. من بعد ما خلطت الكلاص الاول بالنكهه ديال الفريز غندوز نخلط الثاني اللي بنكهه ديال الفاني. كنجيب داك اليوغرت بنكهه الفاني ثم كنضيفو على الكلاص الكريمه،
ثم كنضيف لي الفلون بنكهه الفاني. ثم كنضرب كذلك هذا الكلاص. من بعد ما خلطت الكلاص اللي بنكهه الفاني غندوز نخلط في هذه الاثناء نكهه الشوكولاته. كنضيف ليها كذلك داك دانيت ديال الشوكولا. ثم كنضيف داك ساشي ديال الفلون نكهه الشوكولا. ثم كنضرب الكل. من بعد ما كملت لي كلاص من تسطراب كل واحد ضفت لي النكهه الخاصه به، غنشارك معكم واحد المساله. الا بغيتو هذا الكلاص ينجح معكم من اول تجربه، من بعد ما ضربتهم كنشد كل اناء كنغطيه بلاستيك الغذائي، ثم كندخلو المجمد واحد مدة ساعة حتى ساعة ونص، وكنعاود نخدمهم. بقاو معايا حتى تشوفوا الطريقة. كما كتشوفوا كلهم غنغطيهم بلاستيك الغذائي جيدا باش ما يشموش لنا الروائح اللي كتكون في المجمد. من بعد ما خليت الكلاص في المجمد مدة ساعة، في هاد الاثناء خرجته وغنعاود للمره الثانيه نطربه. كما كتشوفوا ثم كنجيب واحد السوبيره، من الاحسن تكون ديال بلاستيك، ثم كنصب فيها هاد الكلاص ديالي. نحكم على الإغلاق جيدا. بنفس الطريقة كذلك كنجيب هاد الكلاص ديال الشوكولات، كذلك تا هو كنضربو جيدا. الطريقه كتخلي الكلاص ديالنا كيجي ناجح. من بعد ما ضربت الكلاص بنكهه الشوكولاته تا هو درتو فهاد السوبر تا هو غنحكم عليه الاغلاق، ثم غندوز الكلاص اللي بنكهه الفريز كذلك غنضربو جيدا للمره الثانيه. من بعد ما كملت الكلاص بنكهه الفريز كذلك حتى هو درتو فهاد السوبيره وغنحكم عليه الاغلاق، ثم غندخلهم المجمد مده 10 ساعات. الا بغيتو هاد الكلاص يكون ناجح 100% خاص ضروري يبقى ليله كامله او على الاقل 10 ساعات. من بعد ما خليت الكلاص في المجمد ليله كامله، في هاد الاثناء خرجتو وغنشارك معكم الشكل النهائي ديالو. كما كتشوفوا غنوريكم القوام ديالو. كما كتشوفوا دغيا كنتحكموا فيه. شوفوا بالنسبه للكلاص ديال الفريز غنبقى مستمره في تشكيل جميع الكؤوس ديالي حتى تشوفوا الشكل النهائي ديالو. هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص اللي حضرت معكم اليوم. كما كتشوفوا زينتو بصلصه الكراميل، بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، وبالنسبه لهذا زينتو بنجيمات بغاتو البنيه ديالي. كنتمنى تجربوه، راه كيجي هائل في المذاق وكذلك في الشكل كما كتشوفوا. كنتمنى تردوا عليا في التعليقات ديالكم، وشكرا، مع السلامه، الى فيديو اخر.